سلمى تعالي يا حبيبتي، عايز اقول لك حاجه. بص بقى يا ستي، انا كتبت على الورق ده اسامي تلات اماكن فسح انا شايف انها حلوه قوي، وعايزك تختاري واحده منهم. دي ملاهي، تختارتي الملاهي احلى حاجه. عارفه يا بابا، انا عمري وانا صغير ما روحت الملاهي دي، كان نفسي تختاري الملاهي عشان نروح انا وانت ونلعب مع بعض. بس يعني ايه ملاهي؟ ملاهي انا عمري ما روحت، بس هي مكان واسع كبير، فيه مراجيح والعاب كتير جدا، وفيها العاب انا عمري ما جربتها بس عايز اجربها انا وانت. فيها لعبه اسمها الحصان، لعبة تانية اسمها الساقية، هيعجبوكي. مش عايزة تروحي؟ عايزة. أنا انبسط أنا وأنت مع بعض، وبرضه أنا محضر لك مفاجأة هتشوفيها هناك. مش عايزة تعرفي هي إيه؟ عايزة. مش هقولك. يلا يا حبيبتي، أنا هغير بس ونطلع على طول. كملي رسم.